وللمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا الآن هاتفيا الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. بعد التحية لك، الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين تطلقان هذا الاجتماع في إطار رؤية شاملة للارتقاء بمنظومة العمل الصحفي. كيف ترى أهمية هذه الخطوة الآن أستاذ محمود؟ يعني بالتأكيد احنا قدام خطوة مهمة جدا، دعم للصحافة وللصحافة القومية تحديدا، وتعاون مبشر جدا ما بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في ملفات الصحافة، ويمكن على رأسها وأهمها تعيين الزملاء المؤقتين في الصحف القومية. وده إن كنا نشكر القيادة السياسية المصرية التي يعني دعمت هذه الخطوة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة بما ينجم عنها من تبعات مادية ومالية، فيها دعم كبير جدا بيتقدم من الدولة المصرية ومن الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات القومية اللي هتعيد مرة أخرى إنتاج نفسها، وهتقدر تقدم أجيال جديدة من الصحفيين، وتقدر تجدد دماء الصحافة المصرية، وتقدر تجدد دماء القوى الناعمة المصرية، لأنه في الغالب يعني زي ما ذكر البيان وأنا بأكد عليه أنه كل قادة الصحافة الموجودين في مصر ربما منهم كمان ناس برا مصر بتقود الصحافة الآن هم كلهم خارجين مدرسة الصحافة القومية، هي المدرسة الأولى والمدرسة اللي بتعبر عن تاريخ طويل للصحافة في مصر، وهي اللي النهاردة يعني بتحمل مشاعل التنوير، وبتحمل مشاعل معركة الوعي الرئيسية، وبتحمل مشاعل المعرفة للناس، واللي بتحاول أنها تستلم هذا التاريخ بأنها تقدم يعني نقط مضيئة تقدر من خلالها تقدم من خلالها الدولة المصرية نفسها، وتقدر من خلالها تأثر وتعيد تأثيرها وتعيد إحياء تأثيرها القديم تاني من خلال الدماء الجديدة اللي تتضخ في شرعنا. أستاذ محمود، يعني هناك حديث حول تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة الوطنية للصحافة وبين نقابة الصحفيين لتطوير المحتوى الصحفي والتوسع في الصحافة المتخصصة. من وجهة نظرك كيف ترى الآليات المطلوبة لهذا الأمر؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه في البداية لازم يعني هذا التعاون ما بين الهيئة وبين النقابة ده بالتأكيد يصب في صالح المهنة وفي صالح الصحافة والصحفيين، والمعايير اللي ممكن تتحط ولا تصور أن هي على رأسها هي المعايير اللي موجودة في نقابة الصحفيين في استقبال الصحفيين الجدد، وهي المعايير الموجودة في المؤسسات القومية اللي احنا من خلالها قدرنا أن احنا نخش ونشتغل في مؤسساتنا. بداياتنا كلها متشابهة، واللي يقدر يعني يقدم موضوعات، واللي يقدر يقدم أفكار، واللي يقدر يقدم محتوى جديد، والتطوير اللي احنا محتاجينه، لأن احنا في زمن مختلف، وإيقاع العصر بقى سريع جدا، إيقاع تطوير الصحافة والإعلام بقى سريع جدا، منافسة جديدة جدا بين الصحافة وبين وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، نقط التأثير اللي احنا بنسعى عليها تحتاج من الشباب أفكار جديدة تعيد من خلالها إحياء هذه المؤسسات. أنا بشوف إنه من المهم جدا إن احنا ناخد يعني يمكن ذكر البيان اتكلم على أوائل الكليات الإعلام في مصر، ده يعني تقليد مهم جدا بيعمل تنافس كبير جدا بين طلبة كلية الإعلام إن هم ينضموا للصحافة القومية ويقدروا يغيروا ويقدروا يعملوا تجاربهم الخاصة فيها، فدي مسألة تطور إن هي مهمة جدا، وده بند يعني قوي جدا من هذا الاجتماع. أتصور إن هيبقى في اتفاق ما بين الهيئة وما بين النقابة على شكل اللجنة اللي هي هتنظر في تعيين المؤقتين، وكذلك العمل على تعيين أوائل كليات الإعلام، وده بتصور إن هي نقلة كبيرة جدا للصحافة في مصر، وهتدي دفعة قوية جدا لعمل واستعادة قوة كمان المؤسسات القومية. ويمكن في بنود تانية يمكن في الاجتماع، يعني أنا يمكن وقفت كمان عند الإعلانات، وإن يبقى في اهتمام بتطوير منظومة الإعلانات، ده هيعمل دفعة مالية تحتاجها هذه المؤسسات بشكل دائم، وهيبقى في يعني تطوير قوي جدا من خلال هذا الضخ الإعلاني اللي احنا بننتظره في المؤسسات الصحفية القومية، وده اللي هيهيئ بيئة العمل المناسبة والمستقرة لكل الزملاء في هذه المؤسسات. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم على هذه المداخلة وهذا الرأي، شكرا جزيلا لك.